اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجنا من مصر. عاوز اقول ان بلدنا كل يوم والتاني بتفاجئنا بحاجات جميله قوي، بتفاجئنا بناس بتحبها، بتفاجئنا ان في ناس فعلا مخلصه في علمها، بتفاجئنا ان في ناس عاوزه تعمل حاجه جديده في بلدنا عشان هي مخلصه لها قوي، بتفاجئنا ان احنا عندنا علماء كتير قوي في اماكن مختلفه يمكن احنا نفسنا والاعلام نفسه ما يعرفش عنها كتير. العلماء دول من سماتهم حاجة ان هم عاوزين يعملوا لوحدهم كده، ادوني امكانيات واشتغل، انا مش عاوز اظهر، انا عاوز اعمل. يا جماعة كل اللي انتم ممكن تعملوه ليا ان انتم تدوني امكانيات، كل اللي ممكن تستندوني فيه ان انتم تدعموني، ان انتم تاخدوا ابحاثي وتنفذوها. الحقيقة انا مش هطول عليكم، النهاردة معانا موضوع جديد. لما سألنا صاحبه اللي بيقدمه لنا هو عالم جليل، قال لنا ببساطة شديدة الموضوع ده بقاله 100 سنة، عالم كتير يعرفه لكن في مصر للأسف محدش يهتم بيه ولا حطه في جدول اهتماماتنا. هنتكلم النهاردة على طفلة جديدة ممكن تنقذنا من أزمة البترول، ممكن تزود قوي حصلتنا على البترول ومنتجات كتيرة جدا تخرج منها. عاوز أقول بس بعض المنتجات عشان أفتح نفسكم، ممكن تطلع لنا جاز، ممكن تطلع لنا بنزين، ممكن تطلع لنا رماد بيخش في الاسمنت، ممكن تطلع لنا كمان سماد للارض وكمان اسفلت للشارع، يعني مشتقات بترول، وطلع لنا كمان بترول في طفلة. هوري لكم بس شكل الطفلة قبل ما نتكلم عنها. عاملين حلقة علشان طفلة عبارة عن قطعة من الحجر تقريبا ملهاش ريحة، لكن العالم الجليل بيقول لنا لو ولعنا فيها وحطينا اي شعلة هتشتعل وتحترق عن اخرها لانها فيها بترول. انا مش هفتح نفسكم اكتر من كده، انا هقول لكم مين الشخصيه الجميله اللي النهارده جايه تفرض الموضوع ده، ويا رب حد من مسؤوليننا ياخد باله قوي، واحنا كمان هنرسلهم ان الموضوع ده على درجه كبيره من الاهميه. معنا اعزائي المشاهدين الدكتور محمد عبد القادر بركات، عضو اكاديميه العلوم بنيويورك واستاذ الجيولوجيا بقسم الاستكشاف. اهلا وسهلا بيك يا فندم. بمعهد بحوث البترول. اهلا وسهلا بيك يا فندم. دكتور محمد بركات، اولا بهنئك على مجهودك، وانا سمعت من فريق الاعداد ان حضرتك عامل شغل رائع وابحاث في منتهى الاهميه. اسمح لي قناه التعليم العالي بترحب بيك مره ثانيه، وعاوزين نتكلم على الطفله اللي بين ايدينا دلوقتي، اللي قلت لي قبل التسجيل احنا عندنا حوالي 9 بليون طن او اكتر عن كده تقريبا، يعني ده اللي تم رصده وتجميعه حتى الان. تمام. يعني الحقيقه بسم الله الرحمن الرحيم، انا يسعدني ان انا كنت في يوم من الايام جندي من جنود هذا الوطن في 73، فحبي لمصر هو حبي لتراب مصر. الله. عارف قيمه تراب مصر ده قد ايه؟ ياما دماء راحت من اجل تراب مصر. فالعلم اللي احنا خدناه، يعني انا استاذ متفرغ حاليا، معروف استاذ متفرغ يعني عدى 60 بكتير. يعني ربنا يديك الصحه. الله يخليك. فيعني عايز اقول تلامذتي النهارده هم اللي بيشتغلوا. عملت اكتر من رساله دكتوراه في هذا الموضوع من سنه 92، واحنا بنطلع ابحاث وبننشرها في مجلات العالميه الاوروبيه وفي امريكا بالتحديد في مجلات اسمها الانرجي سورسز، مصادر الطاقه. تمام. مصادر الطاقه دي ببساطه هي فحم وبترول حاليا. طب البترول بيغلى وبيقل مخزونه في الارض، البديل ايه؟ انك انت تدور على مصدر جديد للطاقه، يا اما الطاقه النوويه يا الطاقه الشمسيه يا طاقه الرياح. في مصر طاقه ابسط على سطح الارض اللي هي الاويل شيلز، او بيسموه صخر الزيت او الطفله الزيتيه، كل دي اسماء مرادفات يعني الترجمه لما هو اويل شيلز. من فضل الله ان احنا عندنا فريق، مش واحد يعني، لا ادعي ان انا وحدي اعمل، يعني طبعا كنا من اوائل الناس اللي اشتغلت لكننا لسنا وحدنا، معانا كثير من الشباب اللي نفسه يقدم حاجه لهذا البلد. فباختصار عايز اوضح بس عشان نعرف ايه المدخل العلمي لهذه الطفله. قبل ما اتكلم على الطفله، البترول اللي احنا طول عمرنا بندور على البترول اللي هو العادي الناس اللي عارفاه، تحفر تطلع البترول. بنطلع البترول منين؟ برضو عشان اتكلم على المستوى المستمع العادي اللي هو يقدر يفهم يعني ايه بترول وليه احنا اتجهنا للمصدر ده وسيبنا المصادر التقليديه اللي هم بقالهم 100 سنه بيطلعوا فيها.
البترول بيطلع في ثلاث مراحل باختصار شديد. مرحلة يبقى في صخر ينضج البترول مادة عدوية تخش في صخر معين له خصائص وله صفات. المادة دي تتعرض للضغط والحرارة على مر الزمن الجيولوجي هو ملايين السنين. ده بنسميه صخر الأم المذر روك. ده الأساس، ده اللي بيطلع البترول، ده اللي بيطلع البترول، وده عندنا وده موجود عندنا. في أي حتة فيها بترول لازم يكون في مذر روك. ما مش معقول أنا يعني يطلع بترول إلا هيتولد بترول من الهواء. صح. فده المذر روك، دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إنه يحصل مايجريشن في المذر روك. أنت ما تقدرش تطلع البترول من المذر روك، لازم هو يتعرض للضغط والحرارة خلال الزمن الجيولوجي. احنا انت عارف الزمن الجيولوجي هيوفر لنا ده كتير قوي، نقدره بكام؟ من 50 ل 70 مليون سنة. يعني انت لو عايز تستنى المذر روك تطلع البترول يبقى استنى يعني 70 مليون. الطفلة دي محتاجة كده 70 مليون سنة، 70 مليون سنة عشان تطلع البترول. يعني ان شاء الله الارض مش هتخنى يعني زي ما بيقولوا هتنتهي. لا 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 ده لازم يحصل مرحلة تانية ان بعد البترول ما يطلع من هنا في الملايين السنين دي يهاجر. مرحلة اسمها المايجريشن، يهاجر المادة العضوية اللي طلعت من المذر روك تهاجر. تفضل مهاجرة كده في الطبقات الصخور اللي تتسرب تحت تتسرب إلى أن تجد حاجة اسمها المصيدة، تجمع. يحصل ترابنج اللي هي المرحلة الثالثة بقى، هي دي الريزرفوارز أو الخزانات. هنشوف بقى، أنا بتكلم بصورة بسيطة مش متخصصين عشان لو حد سمعنا حتى من طلبة ثانوي ولا طلبة الجامعة يفهموا احنا بنقول إيه. الريزرفوار دي هي اللي طول عمر الناس كل شركات البترول العالمية بتحفر بتدور على الريزرفوارز. انا طبعا استاذ في الاستكشاف، اول ما تلاقيه تعرف ان في بترول، بس هي ملهاش دعوة بقى لا بالمايجريشن البروسيس بتاعت المايجريشن مرحلة الهجرة ولا مرحلة المصدر. هي عاوزة النتيجة، عاوزة البترول. بيسموا الريزرفوار ده هو ريزرفوار صخر الخزان. لو صخر الخزان ده له خصائص بيلاقيه لازم يكون له خصائص بروزتي معينة وبرميابيلتي معينة ويكون محاط بطبقات صماء من أعلى ومن أسفل عشان أما أحفر ألاقيه. تمام. لكن لو أنا حفرت في صخر اللي هو المايجريشن باس طريق الهجرة بتاعه ما لقيش حاجة، مع أن البترول عدى من هنا. بعرف أنا كراجل متخصص في الاستكشاف أقدر أعرف أن هو عدى من هنا، زي ما في يوم الأيام قالوا البترول المصري هاجر إلى ليبيا. هو ما هاجرش ليبيا، هو هاجر للمصيدة. يقعد ماشي في الطبقات السبسيرفيس اللي هي تحت سطح الارض الى ان يجد مصيده ويرزق من يشاء. ويرزق من يشاء، سبحان الله. خلص كده البترول. طيب المراحل ده جميل قوي. يعني انا هسال سؤال هيتبادر في ذهن الساده المشاهدين. ماشي، احنا خلاص عرفنا ان ده الام، ده الاساس. تمام. هنعصره عشان يدينا بترول ولا هنعمل ايه؟ ازاي نقدر نختزل الفتره الزمنيه الرهيبه 70 مليون زي ما حضرتك قلت لي سنه؟ تمام. عشان نطلع منه بترول. عظيم. هل عندنا تكنولوجيا او على مستوى العالم تكنولوجيا قدرت تطلع من ده؟ أيوة. مكونات الاخيره اللي احنا بناخدها صافيه كده. تمام. انت سالت سؤال جميل جدا، هو ده موضوع الحلقه بقى. ان انا مش هستنى الارض او المذر روك تطلع لي البترول من او الماده العضويه من هذا الصخر المتوافر جدا في مصر في وادي النيل وفي البحر الاحمر وفي اجزاء منه في سيناء. يعني في اي حته تروح هتلاقيه. هنحفر ونطلعه ولا يعني بيبقى عامل زي كتير. ايه عامل زي المحاجر ولا بيبقى عامل زي ايه يا فندم؟ في مناجم الفوسفات في هضبه ابو طرطور موجود منه كميات هائله واتحللت واتدرست، معروف تفاصيلها. يعني بعيد عن الاماكن السكانيه، بعيد عن اي حاجه تانية. لا، هضبه ابو طرطور اللي هي بنطلع منها الفوسفات. تمام. يعني ويصاحب هذه الطفله الزيتية مش بس انتاج البترول، انا مركز مع البترول، في مواد تانية اشعاعية وزي اليورانيوم. يورانيوم بتفيد يعني. عندنا يورانيوم يعني متوفر في بلدنا؟ دي قصة تانية انا مش عايز اخش فيها، بس انا عاوز معلومة عندنا لنفسي انا بس. عندنا وفي البلاك سانس اللي هي الرملة على في رشيد وغرب العريش وحتت كتير يعني. تمام. في مصر ده يطمننا يعني ان عندنا طاقة لسه. انا عايز اقول انا يعني انا مش عايز الجا مثلا الطاقه النوويه، وان كان هم بداوا في الضبعه ده خير وبركه، لكن دي ابسط لسه مخزون ولسه فيه خير، مخزون كتير. انا دكتور مش هبص بقى اسمح لي، 9 بليون طن. تمام. او طن من هذه الطفله بيساوي قد ايه من ابيار البترول؟ الزيت المكافئ يساوي 5.7 بليون برميل. الزيت المكافئ بيسموه دي على الرقم 9 بليون، على الرقم 9 ده الرقم ده غير يعني ده تقديري يعني ممكن يكون اكتر من كده. لو اشتغلنا في الموضوع ممكن تلاقي قد ده مرتين. طب قدرناه على اي اساس؟ هل اساس اجهزه معينه ولا رؤيه ولا توقع؟ لا، الدراسات كلها دراسات اكاديميه. تمام.
يعني هيئه المواد النوويه اشتغلت في الموضوع شويه بالطائرات عشان تمشي ورا الطبقات تاخد مساحات عشان تاخد مساحات، وربما عندها ارقام ولم تذاع. انا دي من معلومه خاصه بي، هيئه المواد النوويه احنا مش تابعين ليها، هم تبع وزاره الكهرباء احنا تبع وزاره البحث العلمي، لكن عايزين نكثف الجهود بحيث كلنا بايد واحده يبقى الهدف ان احنا ننتج الزيت من هذه الطفله. الطفله دي هي الصخر الام، تمام. ده اللي انا عايز اقول عليه. طبعا مش هستناها ل 50 ولا 70 مليون سنه عشان تطلع الاورجانيك ماتر، ولازم تكون على عمق كبير، عشان كده البترول بنلاقيها على اعماق كبيره. طيب اعمل ايه؟ باخد الطفله دي انا ممكن احرقها حرق مباشر، هتنتج لي حاجتين، طاقه حراريه وطاقه كهربائيه. احرقها على طول؟ احرقها عادي مباشر في محطات الكهرباء، انتجت كهرباء، يبقى دي اول مصدر. اسمح لي يعني نقف هنا ونشاهد مع بعض التقرير ونعود معك مرة تانية لهذا الحديث الشيق. صراحة أنا مستمتع جدا بيه، ورب السادة المشاهدين معنا بيستمتعوا بيه، ونشوف إيه الموضوع من خلال آراء حضرتك العلمية والبحثية. خليك معنا وأعزائي المشاهدين، نشاهد التقرير ونعود سويا مرة ثانية. عاوز أعرف رأي حضرتك في دور الحكومة في تفعيل إنتاج الطفلة الزيتية اللي موجودة في البحر الأحمر والسيناء، موجود منها كتير جدا عندنا في مصر، نقدر نستخدمه في ان احنا نعمل بترول، نعمل غاز طبيعي دون الحاجة ان احنا نستورد من خارج. ايه رأيك في دور الحكومة في تفعيل هذا الامر؟ والله انا عايز اقول حاجة، اولا احنا عندنا الطفلة دي بكمية كبيرة زي ما حضرتك ذكرت في البحر الاحمر وسيناء وفي كل حتة بيتعمل منها حاجات تانية، بس احنا بدام دخلنا في الطاقة بقى، الطاقة دي مشكلة ومشكلة جامدة، فاحنا بدأنا بالبيوغاز وعرفنا اختصاصه، هنخش دلوقتي في الطفلة اللي حضرتك قلت عليها. الطفله دي يا جماعه هتوفر لنا فلوس جامده، احنا بنستورد برميل البترول ب 100 دولار، لكن الطفله دي ممكن في حدود 35 40 دولار تطلع لنا برميل، يبقى احنا وفرنا فلوس كتيره. احنا ليه ما نبصش للكلام ده؟ اولا هيبقى عندك طاقه بديله ورخيصه وتشغل ناس، الناس العطلانه ديت الدوله لازم تخلي بالها من الحاجات دي، تعصر الكلام ده بحيث يطلع لها فلوس، خدت بالك؟ فاحنا بالنسبة لنا الطفلة ديت حاجة كويسة جدا، هتوفر اولا الطاقة زي ما احنا بنشتكي بنقول البترول وبنصدر غاز لاسرائيل ببلاش، لازم نبص للحاجات دي. والله انا شايف ان الحكومة المفروض في الايام اللي احنا عايشينها دي وخصوصا بعد الثورة المفروض انها تشوف المشاريع التنموية، ازاي الحكومة تخلي بالها للمشاريع التنموية وتخلي بالها للناس، والشرطة والجيش عليهم تأمين البلاد، تمام؟ فالحكومة المفروض مشروع الطفلة دوت مشروع عظيم وهيوفر لمصر والمليارات اللي بتصرفها سنويا في 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 الدعم بتاع الوقود، تمام؟ يعني البرميل البترول دوت هيبقى مثلا بدل ما هو ب 100 دولار هيتكلف مثلا 40 دولار، يبقى 60 دولار في البرميل، اضربها في كذا مليار تدي لك توفر لك كذا مليار، الكذا مليار ديت لو توفرت الدوله هتعملها في مشاريع ثانيه الدوله محتاجاها، واحنا بدل ما احنا بنجيب الحاجات ديت من الخارج ونصرف عليها مليارات المليارات في السنه ونصرف عليها دعم بالقود والدوله تدعم هذه الجن، المفروض يبقى فيه بحث علمي، يبقى فيه تنقيب على هذه المواد، يبقى فيه تنقيب عن البترول، يبقى فيه تنقيب عن الغاز، لان احنا بلد عندنا مقومات كتيره جدا وعندنا معادن، وسينا ديت يعني لو ده سينا ديت تعتبر تلت مساحه مصر فيها حاجات، فيها مشاريع، فيها كوارتز وفيها بازلت وفيها خامات وفيها خامات صناعيه تغنينا عن اي حاجه نستوردها من بره، فالمفروض ان احنا نهتم بسيناء دي بالذات وننقب، ويبقى في المعوقات. ايه هي المعوقات؟ هتقول ان المعوقات مثلا الاموال او اي شيء او الجهه الاقتصاديه، فديت حاجات الناتج بتاعها هيعود على الدوله بسرعه. دور الحكومة كبير وعظيم في هذا الشأن، وهو أن تعمل الدولة جاهدة على إيجاد بدائل لاستخراج البترول لما فيه من نفع عام وتوفير للعملة الصعبة. لو علمنا أن برميل البترول يكلف الدولة أكثر من 100 دولار، فهذا الإنتاج من الطفلة الخاصة الموجودة في سيناء، وسيناء للعلم مليئة بالكنوز العظيمة والغالية والنفيسة التي علينا أن نحسن استغلالها لما بها من إمكانات وموارد هائلة علينا، فهي فيها إيجاد وطريق بديل لإنتاج البترول بأيسر السبل بعيدا عن شركات النفط التي تستنزف أموال الدولة والتي تستنزف الملايين الدولارات والتي تأخذ نسبة عالية في مقابل الكشف والحفر والتنقيب كشركة إيه.
من هذه الشركات. علينا أن نعمل على إيجاد هذا البديل ونشجعه ونقوم به فورا كي نحسن استغلال موارد مصر الهائلة الكامنة في باطن سيناء الغالية والتي علينا أن نحسن استغلالها الاستغلال الأمثل. وهذا نداء إلى جميع السادة المسؤولين خاصة في وزارة البترول كي يعملوا جاهدين على بدء تشغيل هذا المشروع العظيم. والله المشروع ده في حد ذاته مشروع رائع. زي قبل كده كان في حاجة اسمها البيو جاز وتكلمنا عليه كتير، وده مشروع رائع برضو لو تنفذ هيجيب حاجات حلوة جدا وهيحاول ان هو يخلص من المخلفات. الطفلة برضو الزيتية دي حاجة جميلة جدا، دي هتوفر علينا كم النقص الموجود عندنا في الطاقة اللي احنا بنستورد برميل البترول بفوق $100. حاجة عندنا موجودة، عندنا كنز عندنا داخل ارض سينا. سينا دي اللي كلها كنوز وحتى الان لم تستخرج منها اي حاجة، احنا سايبينها كده. سينا تحتوي على كم من المدخرات الطبيعية اللي موجودة في ارض سينا دي. حاجة زي كده لو احنا نجح هذا الاختراع او نجح هذا المشروع هنعممه، وسينا 65,000 متر في سينا مربع، يعني كم رهيب. وفي البحر الاحمر برضو هتلاقي برضو الطفلة دي، لو هي نجح نحاول نوسع فيها وهيبقى يعني نصر مش لمصر بس، ده للعالم كله، ان سعر البرميل احنا ممكن ننزله لاقصى درجة. عدنا معكم مرة تانية أعزائي المشاهدين بعد هذا التقرير. طبعا معنا ضيفنا الدكتور محمد بركات. دكتور محمد، يعني بعد ما سمعت حضرتك هذا التقرير تعقيب حضرتك عليه، ويمكن هو ناشد عدد كبير المواطنين أهمية تدخل الحكومة واهتمام الدولة بهذه الطفلة. ده طبعا حاجة نشكر الله ونحمده على أن لسه الخير في بلدنا والخير في أمتي إلى يوم الدين. مش هنيجي في وقت نقول إيه البترول خلص والفحم خلص والدنيا تقف وحنموت من الجوع، والكلام اللي هم بيهولوا بيه يعني بيرعبوا الناس ان احنا ما عندناش خير. لا، ادونا فرصة. يعني انت كنت بتسأل مثلا عندنا يورانيوم على الشواطئ مرمي على في الرملة السوداء، وان كان ده مش موضوع الحلقة، لكن انا عايز اتكلم على ازاي نطلع الزيت من الصخر ده اللي هو قدام حضرتك عينا منه، وعندنا منه اطنان لا حصر لها ومش كلها مرصودة. يعني تمام، احنا كنا بنتكلم على ازاي هنبدا نطلع او طرق استخراج هذه الطفله. بالظبط، اتفضل. حرق مباشر. حرق مباشر تعمل لي محطات كهرباء على طول، تديني طاقه وتديني طاقه حراريه. طب اللي بعد الحرق المباشر هنلاقي رماد هستخدمه في صناعه الاسمنت البورتلاندي. كويس، من اجود انواع الاسمنت اللي هو سريع الشك. بعد ما نحرقه بعد ما الرماد ده الرماد هاخده هنبني بيه. لو انا بحرق في الاوبن اير اللي هو هتطير الأبخرة، لا أنا عايز الأبخرة دي فبحرقها في مكان مغلق بحيث أن الأبخرة بتطلع غازات بترولية وكثف السوائل، وفي متكثفات وفي أبخرة. الأبخرة غاز، أنا ممكن غاز أستخدمه نفسه في إشعال أو أي مصنع أو تشغيل أي مصنع، أعمل بيه أنابيب للبيوت، أي حاجة نصل بيه، يعني زي الغاز الطبيعي. يعني هو غاز طبيعي. تمام. هو غاز طبيعي، غاز البترول مش حاجة يعني مش هيشتعل مع الاحتراق ولا يطلع من غير اشتعال. انا بعمل حاجتين، يا اما احرقه في غرفه فيها غاز كامل او غرفه ما فيهاش هواء خالص. يعني ودي حاجات موجوده عادي. يعني مش حاجه يحافظ لنا على الغاز اللي ما فيهاش غاز خالص او بخر كل اللي طلع من هنا. تمام. الهيدروكربونز اويل او غاز. كويس. سواء سوائل او غازات. تمام. فالغازات دي ممكن استخدمها في تدوير المصنع نفسه اللي انا شغال فيه. في الأردن سبقونا بمراحل وجاري إعداد مصانع الأسمنت عشان تشتغل بهذا ويتوفر الطاقة. طبعا ده هيعمل دروب. لكن يدينا سائل إزاي؟ يعني هل عندنا هيطلع بخير؟ دي حاجة تانية. بخير. بخير دي لو أنا كشفتها في عملية سهلة جدا باخدها بعد كده بحطها في الرياكتورز اللي هي زي أجهزة تقطير البترول العادي. خلاص أنا بقى عندي سائل بترول. تمام. بدل ما حفرته وطلعته، لا انا كل حكايه بخرته وكثفته. تمام. ابتدي بقى اطلع منه كل مشتقات البترول اللي انا هستخدمها بعد كده في البتروكيماويات وفي اللدائن وفي صناعات الاسمنت زي ما قلنا، اذا كان وفي ادويه وبيطلعوا منها دلوقتي صبغات في المانيا. يعني انا عايزه صبغات للشعر؟ لا، صبغات للجلود. 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 تمام. وبيطلعوا منها انتي بايوتكس كمان. كمان في المانيا وفي كندا وفي امريكا
وفي البرازيل وفي استونيا في الاتحاد السوفيتي السابق وفي الدول العربيه في المغرب. انا بقول لك الاجنبيه قبل العربيه وبقالوا 100 سنه بيشتغلوا مش امبارح يعني. المغرب والاردن وسوريا وفلسطين ومصر. واحنا يعني في مجمل هذه بعيد مغيبين يعني عندنا الثروه مش. خليني اسال سؤال يعني. يمكن يتبادر في ذهن المشاهدين دلوقتي ده مخزون طبيعي. ايوه لو لعبنا في هذا المخزون واخدناه هننقص من القيمه المخزون اللي هي للاجيال اللي جايه لو احنا خدناه. لو احنا سبناه هل ممكن يتحول بس طبعا مش هنقعد نعيش بقى ل 70 مليون لان الاجيال اللي جايه دي مش سهل. لكن هل المفروض علينا ان احنا ناخد منه بقدر بحاجه معينه؟ هل هو بيتوالد؟ هل هو بيتجدد؟ يعني هل هو خلاص كده متواجد في فتره حقيقيه معينه ولا يمكن تجديده ولا يمكن وجوده تاني ولا ايه بالظبط؟ اللي على السطح منه لن يفيد او يضر البترول اللي هو هيتكون بعد كده على فرض انما هو ده اللي احنا هنستعمله انما اللي على اعماق كبيره 3000 4000 قدم هو ده اللي بيشتغل بقى مازر روك صح. ومش معقول هننزل 3000 4000 قدم نجيبه؟ لا مش هنزل انا طبعا حتى في الابار ما بيطلعش اقصى حاجه 100 متر انا عايزه اقصى حاجه وممكن تلاقيه على بعد 15 يعني متر يعني اقصى حاجه ووصل كده 9 مليون بليون ده اللي على السطح ممكن تلاقي 3 4 طبقات فوق الطفله دي مغطيها من الرمل او من الحجر الجيري او اي ده ما بيعملش حاله من حالات الانهيارات الارضيه لو احنا اخذناه بهذا الكم 9 بليون طن بردك حجم كبير جدا هو مش في مكان واحد كمان الطريقه اللي انت يعني هتنقلني لطريقه تانية ان انا بسخن واعمل اساله للمواد اللي هي البتروليه اللي موجوده في هذا الصخر الموجوده على عمق بسيط مثلا 100 متر 50 متر حاجات بسيطه كده بسخنها تحت وباسحب بس الابخره والغازات اللي طالعه بسخن بس الصخر نفسه تحت زي ما هو يبقى مش هيحصل انهيار يعني مش هنقله بقى المصنع مش هنقله المكان دي ده في مكان اطلعه بيسموها انسايتيو ريتورتنج دي الطريقه اللي انا بتكلم عليها دي الطريقه الثانيه سؤال حضرتك يعني جاي في وقته بمنتهى الدقه فدي واحده يبقى انا يا اما احرق حرق مباشر باخد طاقه كهربيه والرماد بستخدمه اسمده وبتروكيماويات وحاجات كثيره زي ما قلت لك وفرص في الطرق والاستصلاح بيستخدم فيه كسمان الرماد ده اللي بيطلع لانه عالي الجوده الطريقه اللي حضرتك بتقول لو انا تحت على موعد 100 متر 70 متر ايا كان انا ممكن اخد منه المحتوى العضوي اللي هو الكيروجين يعني بنقول عليه كيروجين الكيروجين ده يعني المواد العضويه اللي تصلح انها تكون البترول كويس اخد الكيروجين ده احطه في اجهزه التقطير معروفه اجهزه تقطير البترول كل الناس عارفاها بناخد البترول من الصحراء وبنودي اجهزه التقطير عشان تطلع لي بنزين وتطلع لي كل المواد المستخدمه في المازوت و وطبعا الغاز معروف الغاز الطبيعي تمام يبقى اذا انا دول الثلاث طرق اللي يعني انت بتستعمل مع بترول يتقطروا بس هو الفرق ان انا بدل ما بحفر في ريزرفوار في خزانات بتروليه انا ما بحفرش انا بدور على الصخر ده واسخنه التسخين لمده يعني في مكان مغلق لدرجه 450 500 درجه تمام دكتور اسمح لي يعني ناخد تقرير سريع ونعود معك مره ثانيه نعرف الشارع المصري بيفكر ازاي بعد ما عرف اهميته ونعود معك نكمل حديثنا في هذا الجانب خليك معانا واعزائي المشاهدين تابعونا تعرفوا اكثر في هذه الطفله ايه رايك احنا ليه ما بنبداش الدوله ليه ما بتبداش حاليا تصنيع البايو جاز في مصر يعني ايه من وجهه نظرك المعوقات اللي بتعوق الدوله في انها تبدا مشروع البايو جاز مشروع الطفله الذاتيه والله انا هقول لحضرتك حاجه احنا الناس عندها مشاريع كتيره جدا بس الدوله بقى على مؤاخذه هنقول الكلمه اللي هي على طول دي اللي هي ايدها مرتعشه يعني احنا عندنا كذا مشروع ومشاريع قوميه بس ما بنبداش فيها يعني قناه السويس لما قلنا هنعملها وننميها وكده وما بداناش فيها خدت بالك سينا برضو ما عملناش فيها حاجه لغايه الهم اللي بيجينا منها ديت وهي البلاك هولز دي اللي موديه الارهاب لكل انحاء العالم وعندنا مشاريع تانية كتيره منخفض القطاره وقناه وزي ما بقول لحضرتك يعني المهم انا ما شفتش الدوله دخلت وتشكى والسلام انا ما شفتش الدوله دخلت بيد من حديد كده ويد جامده في موضوع زي ده اولا الناس هتشتغل والبطاله تقل
وفي نفس الوقت هيرجع العائد على المجتمع المصري. لازم المجتمع المصري الحالة تمشي، فلازم واحد يتخذ قرار يا جماعة، ما ناخدش قرار ونرجع فيه، لازم قرارات وقرارات جامدة عشان البطالة اللي احنا فيها دي ووقف الحال اللي من 3 سنين احنا في موجودين فيه ده. تبص مركز البحوث وشفت هتلاقي مثلا مطلعين عديد من المشروعات، ومشروعات جاهزة، يعني هي مش محتاجة حاجة، مشروعات جاهزة. انا بشوف شباب كده يعني مبدع، بيطلع حاجات افكار غريبه كده، وبعد كده بيقول لك انا رحت لكذا ورحت كذا ورحت مركز بحوث ما حدش سال فيا. احنا بس الفتره الجايه بس نهدى شويه كده ونصل لمرحله الاستقرار، وان شاء الله في وزير بحث علمي تقريبا مجتهد يعني رائع، يعني كذا مره كده بيتواصل مع الناس كده عبر وسائل الاتصال، هو نفسه اللي بيتصل لما يكون في حاجه زي كده، هو بنفسه بيتصل. انا مره شفته في قناه خاصه كده. لذا انا اتوقع بس نهدى شويه كده ونستقر، وان شاء الله كل المشروعات دي تطرح، ويكون في هيئه معينه استشاريه معينه تشوف الابحاث دي وشوف احنا ايه اللي ممكن نستفيد منه ونطبقه على ارض الواقع. اقول لك المؤاخذه بقى، ان كل مسؤول دلوقتي خايف يمضي على ورقه لانها حكومات انتقاليه من بعد الثوره كلها. كل مسؤول والله انا زي ما بقول لك كده، كل مسؤول بيبقى خايف يمضي على اي ورقه، بيراجع نفسه قبل ما يمضي على اي ورقه، بيراجع نفسه 1000 مره. ليه بقى؟ شاف المحاكمات وشاف مش عارف كل وزير راح واتحبس ومش عارف ايه، وفي اقاويل وبتاع، وبيبقى الصبط عليه فمش عارف يعمل حاجه، وهي كلها حكومات انتقاليه. احنا بقى عاوزين بقى ايه؟ المواضيع دي تتعرض الاول ما ننزل بقى الحكومه تنتخبها. المواضيع دي كلها تتفاعل امتى؟ لما يبقى خلاص عندنا حكومه خلاص اختارها مجلس الشعب، وبقى عندنا دستور، وبقى عندنا رئيس جمهوريه. اللي ما يبقاش بقى ياخد قرارات لصالح الوطن يمشي. المسؤول اللي مش هيعرف يدير الوزاره بتاعته ولا المؤسسه بتاعته خلاص احنا يعني احنا تعبنا. المواطن المصري تعب في المراحل الانتقاليه دي. يعني الحكومه دلوقتي المشروع زي دون هيجلب عائد كتير لمصر، وهيقلب هيجيب هيحل ازمات كتيره، ازمه وقود وازمه بطاله والكلام دون، بس المسؤول ايده مرتعشه. لا انت دلوقتي قبل ما تبص تشوف المشروع دون لصالح الوطن، انت جاي في المكان دون وقاعد في الكرسي دون عشان صالح الوطن، انت جاي عشان صالح الوطن وصالح المواطن. عدنا معكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وضيفنا دكتور محمد بركات. دكتور محمد، بعد ما استمعنا لهذا التقرير ولقينا أن في تعقيبات كتيرة جدا بتقول أن المسؤولين لابد أن يهتموا بهذا الأمر وما يتركوش يعني كده من غير أي اهتمام، أنا عاوز أعرف من حضرتك قبل ما نعود إلى الأسعار الخاصة بأسعاره على مستوى العالم وهيوفر لنا إيه، أنا عاوز أقول المشروع ده هل في فترة سابقة تم عرضه على مسؤولين، وإيه كانت القرارات اللي قالوها أو اتخذوها معاه؟ سؤال جميل. هو فعلا عرض على أعلى مستوى، على وزارة البترول وعلى رئيس مجلس الوزراء السابق. مين يا فندم؟ الدكتور عصام شرف. عصام شرف ورحب بيه ده بعد الثورة مباشرة. بالظبط. وإحنا كان عندنا أمل، يعني أنا مش بكلم على أشخاص، يعني لا استطيع ان بصراحه الدكتور عصام رحب ترحيب غير عادي بالمشروع، وكان يعني سعيد باللقاء واللي عملناه في مكتبه. ما خدش اي فتره يعني، وطبعا بفتره ما خدش اي اجراء معين يعني الاستغلال والاستفاده منه، ولا بس هو فقط في الترحيب وارجاه؟ لا، هو حولنا لوزاره البترول، ووزاره البترول رحبت ايضا، حولتنا لوكيل الوزاره لشؤون الثروة المعدنية وايضا رحب. يعني عملنا اكتر من بعد الترحيبات عاوزين نعرف على ارض الواقع ايه اللي حصل. ما انا عايز اقول مفيش استقرار، يعني ما اقدرش اقول ان هو اثر. يمكن كان في يعني في قرار عايز يطلعه وما طلعوش، ما اقدرش. طب ايه يعني المتوقع لهذا القرار اللي كان المفروض يطلع ونستفاد بقى ونحسن التصرف؟ يعني يعمل دفع اولا زي يعني يعمل ايه؟ يجيب مثلا ماكينات معينه؟ لا قبل الماكينات كل حاجه موجوده. امال كل حاجه موجوده في مصر كان يعمل ايه؟ طيب لان انت في حاجه اسمها يعني التعدين السطحي. يعني ايه التعدين السطحي؟ انك تكسر الطفله دي وتشتغل بيها. ده تعدين سطحي. عندنا المصانع اللي تعمل كده، عندنا ما احنا بنشتغل وعندنا الالات في التعدين من زمان. يعني ما احنا بنكسر الرخام وبنكسر الحجر الجيري وبنكسر الرمل
الكسرات العادية. طب على مستوى العالم يا دكتور، على مستوى العالم والدول اللي سبقتنا بتعمل كده، يعني العملية مش بعيدة عننا وعلى علمنا. بقول لحضرتك في الأردن وفي سوريا في وادي اليرموك وفي محافظة درعا كميات هائلة، هم سبقونا بخطوات لأنه عملوا فرق بحثية وتنفيذية. ما هو لازم البحث نلاقي يد تنفذه، مش بس أنا عملت بحوث. أنا من 92 شغال في الموضوع ده، يعني فوق 20 سنة هو، وعملنا أكتر من رسالة دكتوراه في معهد بحوث البترول بقسم الاستكشاف. والحقيقة مدير المعهد الأستاذ الدكتور أحمد الصباغ يقوم بجهد غير عادي في دعمنا، يعني أكاديميا ومعنويا. دعم بحثي يا فندم ولا دعم تطبيقي؟ لا بحثي، ما أقدرش أقول. هو معهد بحوث البترول هو أساسا يعني بيخدم قطاع البترول. لما بنكلف بعمل، يعني زمان من أكتر من 20 سنة، من 97 بالتحديد أو 95، كلفنا بدراسة منطقة في شمال أسوان اكتشفنا فيها حقول بترول. لما كلفنا لازم الهيئة تكلفنا في شمال أسوان، في شمال أسوان، ودلوقتي الحقول دي شغالة وشغالة، وشركة أسبانية بتطلع منها من سنة 97. دور حضرتك استكشافي أيضا؟ استكشاف فقط. أنا بقول لهم البترول هو، سلام عليكم. بعد كده في ده بيحتاج بقى مجهودات كبيرة، محتاج أجهزة، محتاج قمر صناعي. يعني الأقمار الصناعية احنا ما بنستخدمش التكنولوجيا العالية دي، لكن احنا بناخد عينات وبنحللها في المعهد، وعندنا معامل على أعلى مستوى. خدنا يعني الجودة العالمية لأيزو 9001، وعملنا براءات اختراع في حاجات كتيرة. مصر كلها يا دكتور هل تم اكتشافها؟ يعني شب، يعني احنا كام، حوالي مليون كيلو متر، زي ما احنا واخدين في الجغرافيا. تمام. المليون ده احنا يعني نقضنا فيه او بصنا فيه كله وعرفنا دلوقتي احنا الابار الموجود ايه؟ فيه ولا في حاجات تانية لسه يعني ما نعرفش عنها؟ لكن كتيرة لم تمس. يعني انا لما رحت سنة 95 حتة شمال كومومبو في الصحراء الغربية على بعد 40 كيلو كنت اول واحد يروح هناك. يعني ده حرام، الغاز طالع لوحده. مفروض ان في فريق بيروح، ولا مفروض ان في اجهزه استشعار عن بعد زي الاقمار الصناعيه بتمسح المكان بسرعه وبتعرف بتقل مجهود، او بتقول والله في دلائل ان ممكن يكون وممكن يكون؟ بيبقى ازاي حضرتك كلمنا على الجانب الاستكشافي ده، لان الساده المشاهدين اكيد محتاجين، وانا كمان عاوز اعرف ايه اللي بيحصل في الجانب الاستكشافي. هو في برنامج معروف اسمه جي اي اس. تمام. ده على مستوى اللي هو الجيوغرافيكال انفورميشن سيستم. تمام. ده ممكن استكشاف بيه خامات كلها تقريبا. وعمل متركب في عربيه ولا طياره ولا متركب في ايه ولا احنا ما هم إيه؟ بقول لحضرتك يعني في منه المحمول وفي منه اللي بيتركب في الطائرات. وبيستخدم اشعاعات كثيره، ويعني عايز اقول رصدنا حاجات كثيره، بس مش احنا اللي يعني مش ما عندناش الامكانيه دي في القسم، لان زي ما قلت حضرتك ان هيئه المواد النوويه هي اللي عندها الطائرات، فرصدوا حاجات كثيره. لكن لازم تنزل على الارض وتاخد عينات برضو عشان تبتدي. فاحنا بيقولوا دلائل بس. بيقول في هنا دليل ان مثلا خام حديد، خام فوسفات. لكن خام مصر كلها ممكن نعمل عمليه رصد للاراضي المصريه كلها؟ تقدر تقول قد ايه يا فندم؟ شهر، شهرين، ثلاثه، سنه؟ لو انت عندك المان باور ما شاء الله وعندك العلماء اللي يقدروا يعملوا دي، تعتمد على دعمك انت واستراتيجيه العمل. انت ممكن تكلف فرق بحثيه تنتشر في الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه وسيناء تجيب لك نتائج في خلال 3 شهور. بعد 3 شهور تقدر تاخد قرارات تنفيذيه. مش عايزين نكرر نفسنا. يعني انا لما اعمل رساله الدكتوراه سنه 92 وننشر ابحاث من سنه 2000 والنهارده بعمل رسالتين تانيين، طب وايه الناتج والعائد؟ العائد بتتعمل الرساله والطالب بياخد الدرجه العلميه. ما هو مش الهدف الدرجه العلميه. ما لسه هقول لحضرتك هنبقى مصر كلها دكاتره. لا بس انا خلقت كوادر دكاتره وباحثين، لكن من غير نتيجه مش شايف. بعتبر مهمتي ان انا خلقت كادر. لما طبعا احنا مش هنخلد، فاللي يجي بعدينا يبقى فاهم. ربنا يديك الصحه. يعني انا بقول لحضرتك دكتور محمد، يعني هل في شركات على مستوى العالم بتجوب دول العالم زي ما بنشوف؟ تمام. شركه ايطاليه، فرنسيه، شركه شيل مثلا داخله عندنا بتقول والله يا جماعه انا هدور على البترول وبالنص بقى. ما اعرفش ايه اللي بيحصل، بس يعني زي ما بنسمع كده. هل في شركات ممكن تتم بالطفله البتروليه دي وتيجي تعمل ده؟ يعني اذا كنا احنا غايبين بقى مغيرين في بلدنا، يعني الشركات العالميه دي نقدر نستدعيها بدل ما احنا مش عاوز، احنا خلاص كسلانين نجيب غيرنا يشتغل لنا. يعني ده ما يصحش كلام سيادتك. هل في شركات عرضت في مصر انها تستخدم هذه الطفله؟ حتى عندنا كمان طول حضرتك تجربه في الاردن وسوريا. أيوة. سوريا ممكن تيجي تشتغل معانا، الاردنيين ممكن يجي يشتغلوا معانا. لا هم الاردنيين يعني استعانوا بالشركات الامريكيه. تمام. منها شركه شيل. تمام. وهي شغاله هناك وهينتجوا البترول من هذه الطفله
في 2015 واحنا عارفين بالكلام ده واحنا عارفين وفي ناس راحوا وزير البترول عارف بالكلام ده اكيد يعني انا عارف ان احنا عندنا كمان اكيد عندنا كميات طب نقول مش نقول برضك يعني انت شفت حتى في التقرير ان الناس العامه الوزاره الجديده طبعا محمله باثقال كبيره جدا ونقول يا رب يعني حتى نلفت نظر معالي وزير البترول ان مهم قوي الطفله. عاوز اقول هل لو احنا استخدمنا هذا المشروع ويمكن كان السؤال اللي قبل ما نخرج للفاصل ولهذا التقرير القيمة الاقتصادية الفعلية من أتمان حقيقية لهذه الطفلة بتساوي إيه وإيه النتيجة؟ سؤال جميل جدا. في تقسيمة كده للطن بيديني كم لتر بترول كم لتر كم بترول؟ لتر يعني هدينا بترول سائل ممكن الطن ما بيديني سوائل وبيديني غازات تمام بتتحسب طبعا إن في تقسيمة بيقولك يا إما يكون الأويل شيل ده ريتش يعني غني ولا مودريت ولا بور فقير يعني يعني لو اداني 150 لتر في الطن بنقول عليه غني 150 لتر في الطن لكن لو اداني من 90 الى 150 يعني نزلنا شويه لحد 90 يبقى متوسط لو اقل من 90 لحد 45 اقتصادي لكنه فقير يعني هو اقتصادي لكنه فقير احنا بقى فين من ده كله يعني من ده اللي بيدينا احنا هل الطفله دي هنرجع بقى لجوده الطفله تمام طالما احنا اتكلمنا على نوع معين من الطفله دي المقاييس المقاييس طب احنا طفلتنا المصريه من اي حاجه ولا ده بيختلف من منطقه احنا حللنا البترول اللي طالع من دي كويس وعرفنا خصائصه انا كاستاذ باحث بدور البترول ده هل في شبيه ليه في مصر لقيت ان البترول المستخرج من خليج السويس ومعروف ان خليج السويس عندنا هو يعني اغنى منطقه بتروليه في مصر طبعا في الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه والدلتا واوف شور وكل حاجه لكن اغنى منطقه بتروليه في مصر هي خليج اغنى بالكثره ولا اغنى بالجوده بالاثنين بالاثنين هو البترول بيختلف من منطقه لمنطقه في جودته حسب الخزان اللي انت بتاخد منه يعني في بترول يديك مثلا قوه او طاقه بتعادل كذا وفي الشوائب اللي بيديك اقل منه اللي بيخلي البترول وحش او حلو نسبه الصلفر الشوائب والصلفر صلفر هنا الصلفر انا هستخدمه في نسبه صلفر يعني ايه صلفر اول عشان الكبريت نسبه الكبريت نسبه الكبريت سوري انا مش لا معلش مش متعود يعني ده جميل يقول نسبه الكبريت الموجود حددنا احنا طلعنا البترول هنا طلع طبعا من عينه صغيره 100 جرام يعني انا مش بشتغل على اطنان يعني العينة دي كانت اكبر من كده شوية خدت منها 100 جرام وحلتها طلع نسبة البترول اللي فيها 26% يمكن رفعها يعني ال- 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 الخامة دي فيها 26% بترول تمام والباقي فندم حجار ولا باقي لا الباقي قاش اللي هو الرماد 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 اللي احنا هستخدمه لا استخدمه في حاجات يعني كله كتير. فايدة ما فيش حاجة هتترمي كمان احنا الغازات اللي طلع غازات بترولية دي يعني ما تحللتش لان احنا كنا بنشتغل على السوائل البترول اللي انا طلعته حللناه تحليل دقيق جدا باعلى اجهزه يعني واحدث اجهزه موجوده في امريكا زيها بالظبط وفي المانيا في جميع دول العالم لان الحقيقه المعهد واداره المعهد ووزاره البحث العلمي حريصين ان هم ابديتنج الاجهزه عندنا اول باول يعني احنا انا في المعهد بترول منذ ان انشئ بقرار جمهوري سنه 74 يعني دخلنا معهد بترول ما كانش فيه ولا كرسي ولا جهاز النهارده احنا بنخدم صناعه البترول عندنا 7 اقسام عندنا 8 مراكز بحثيه متخصصه لخدمه شركات البترول طبعا المجال يتسع ان انا اقول لك دليل مع دوت في الخدمات اللي بيقدمها لشركات البترول لكن عايز اركز على حاجه ان الكيلوجين اللي طالع من تسخين هذه او هذا الصخر في مكان مغلق بيديني لازم اسخنه درجه 500 في مكان في غرفه مغلقه ودي موجوده بيسموا العملية دي بايروليسيز أو التحطيم الحراري بيديني الزيت والغاز الزيت زي ما قلنا بنوديه الرياكتورز اللي هو أجهزة تقطير عادية زي ما بترول فعندك زيت هو تروح خد منه كل اللي انت عايزه زي البترول العادي والغاز بتستخدمه يا إما في تدوير العملية التسخين تاني اللي هي الحرق البايروليسيز يبقى انت ما بتجيبش حاجة بتجيبش طاقة من بره من بره ده لو انت حرقته في غرفة مغلقة لكن لو حرقته مباشرة
حتى شغل محطات قوة كهربائية. هل محتاجين عمالة كبيرة فيه عشان ندي الاستغلال ده؟ يعني محتاجين شبابنا يشتغلوا؟ ومين بقى اللي يشتغل؟ هل هم خريجين الجامعات؟ تمام. يعني احنا مش عايزين برضك نقول لندرس لأولادنا حاجة وبعدين ننزلهم في مهن هم أي حد ممكن يعملها بمجهوده، يعني بمجهود عضلي. محتاج احنا دورة صغيرة يعني 3 شهور نقدر نعمل له تأهيل إن هو يخش المجال، يبقى فاهم هو بيعمل إيه. كمشروع صغير؟ لا مش صغير، ده كيان كبير. تمام. الفنيين اللي فيه مقدر لهم من 100 ل 120 واحد. لكل موقع الإدارة. يا فندم لكل موقع. من 100 ل 120 ممكن واحد. يكون عندنا كم موقع على هذا المنوال في هذا الحد؟ يعني نقدر نبدا ب 10 مواقع لو عايز. هي المشكله التمويل، يعني هم حسبوها في امريكا يعني الحسابات على 100 مليون دولار يعني البدايه. لازم ده يوفر لنا الدعم اللي احنا يوفر للحكومة الدعم اللي بدعمه للطاقة بدل ما تشتري البترول. سؤال ممتاز. بدل ما تشتري البرميل ب100 دولار وتدعمه عشان تنزله للشعب يقدر يستخدمه، البرميل هيبقى ب40 دولار. ولو انت انتجته الاردن انتجته ب15 دولار للطن. 15 للبرميل. للبرميل. طب البرميل احنا بنشتريه ب100 دولار ولا بكام يا فندم؟ لو انت بتنتجه مش معقول هيبقى ب100 سعر العالم. لكن هي الحسابات احنا اصحابه. احنا اصحابه، احنا بننتج بترول يكفي استهلاكنا الحمد لله، لكن ما بننتجش البتروكيماويات اللي تكفينا. دي اللي هي مشتقاته. مشتقاته يعني ما عندناش، عشان ما عندناش مصانع ليه ده ولا أيوة. ما البنيه التحتيه التقطير دي عايز رياكتورز، واللي هي ابراج التقطير دي في كل مكان يعني. ما عندناش الطاقه الانتاجيه اللي تكفي استهلاكنا. انما عندك بترول تقدر تصدره وتجيب منتجات، وده طبعا بيكلف الدولة. فانا لو صدرت حتى بترول رخيص من ده هندي خام، احنا اولى بيه ان احنا على الاقل نغير مراحله، يعني بالزبط. نعمل فيه اي اضافات عشان ترفع لنا القيمة. الحسابات اللي عملناها احنا عملت البرميل ب40 دولار احنا، لكن حسابات الاردن بتقول 15 كمان اقل، وفي شركة أمريكية هي اللي بتشرف على المشروع ده في الأردن وخدوا خطوات ممتازة وخلاص هينتجوا في إشراف ولا مشاركة يا فندم؟ مشاركة وتشغيل. مشاركة في الربح؟ يعني في عقود. شركة أمريكية لأن عايز أقول لحضرتك العثمانيين من 100 سنة وأكتر استخدموا هذه الطفلة في بناء خط سكة حديد في الشام. بناء خط الطفلة نفسها؟ الطفلة لا مش بالطفلة يعني الطاقة اللي فيها، الطاقة هو بيحتاج حرق وطاقة عشان يعمل خط السكة الحديد ده، المصانع اللي بتعمل الحديد فاستخدموا الطاقة ديت. فالطاقة دي ليست جديدة، هو كان في السبعينات سعر برميل بترول 5 دولار، فما انت تعمله ب40 يبقى غالي. فأجل او يعني كل المسؤولين لقوا ان القرار خاطئ ان انت تعمل البرميل ما هو ب5 دولار، ايه اللي يخليك تروح تعمله ب40 او 15 حتى؟ يبقى كده يعني بتفقد ميزانيه ملهاش لازمه. لما ارتفع سعر البترول بعد حرب 73 والفضل لمصر والخير ده كله عام على كل الدول العربيه والعالم اللي بينتج بترول، يعني ده يعتبر ثروه احنا ادخلناها الدول العربيه بطريقه غير مباشره. اللي هي البترول ارتفع اسعاره بعد 73. ان انا كنت جندي في القوات المسلحه في الفرقه الرابعه المدرعه في هذا الوقت، وعرفت ان ارتفاع سعر البترول بهذا الشكل من كان 5 بقى 8 بقى 10 بقى 12 بقى 16. هو البترول ماشي على نفس نظام اسعارنا الداخليه اللي بيرتفع عمره ما ينزل. النهارده بقى فوق 100 دولار على مستوى العالم. يعني مش في بورصه للبترول يطلع كل سعر وينزل بسعر. تمام. ولا هي منظمه الاوبك بتتحكم في الاسعار؟ بتتحكم في الاسعار. هو السادات الله يرحمه اول ما رفع سعر البترول عشان يضغط على الامريكان في الحرب اللي حصلت دي، خلاص كله بقى ابتدى يرفع يعني تتوالد. هو ارتفع وقتها 3 دولار للبرميل بقى 8 من 5 ل 8. وبعد في الثمانينات بقى 20 قفز تدي. النهارده فوق ال 100. لو حضرتك تشوف بورصه اسعار البترول في العالم هتلاقيها عدت ال 100 دولار للبرميل. هذا الفضل يرجع لنصر اكتوبر سنة 73. طب وارتفاعاته المتتالية ده نتيجة ايه يا فندم؟ زيادة الطلب. زيادة الطلب. وقلة المخزون. اللي احنا بقى بنحذر منه. ده اللي امريكا بتقول عليه. امريكا أيوة. زي ما سمعنا ان هي ما بتقربش ابدا لابارها دلوقتي، وسمعنا كمان ان هي عاملة خزانات تحت الارض بتخزن فيها البترول اللي بتجيبه مش بيستخدمه كله. لا هو صحيح ولا ده مجرد اشاعات؟ في حتة خطأ في المعلومة.
اللي انا كنت في امريكا وكنت شغال في البترول يعني في انا كنت في اوكلاهوما واحتكيت يعني احتكاك مباشر مع الاساتذه والاكاديميين اللي هم بيشتغلوا في هذا المجال. هم عاملين خطه ان انا هستهلك مثلا كذا مليار برميل سنه مثلا 2020 مثلا على اساسها ماشيين عليه. فلازم يعمل حسابه جدوله. هو مش بيحوش تحت لا هو ممكن ما يستخرجش كل اللي عنده عشان ما يستنفذوش عشان في 2020 العلم بيقول كده ان دي موارد لابد محافظة عليها بالضبط. مش عشان بس الناس اللي عايشين دلوقتي على الارض لا عشان الاجيال اللي جاية بعدينا وكذا جيل يعني من حقه ان احنا ما ناخدش المخزون ده اللي خلص ربنا خلاه لهم وخلالنا ليه منه جزء ونحن نخلصه ونفنيه وهم يقعدوا يحطوا ايديهم على خدهم. تمام حضرتك يعني اصبت عين الحقيقة. اللي هم بيعملوه بقى ان هم في استراتيجيه ومن خلال الاستراتيجيه دي هم ماشيين. يعني انا ممكن ادور على البترول قال ايه طب خلاص انا ده انا شايله 2020 عشان انا عايز في 2020 اطلع كذا مليار برميل يعني انا عامل حساب. طب انا بستورد كام؟ امريكا اكبر دوله في العالم بتنتج بترول وبس هي اكبر دوله في العالم برضو بتستهلك بترول حتى انتاجها الكبير ده لا يكفيها فبتكملوا بايه؟ قرب حالة فن احنا بنتكلم في قرب مش بنتكلم في بلد زي يعني على الانتاج الرهيب ده تمام ما بتكفيش يعني استهلاكها فبتعوضوا بقى بالاستيراد من الدول العربية ومن الشرق الاوسط ومن ايران ومن مصادر كثيرة ومع هذا هما ما يعتمدوش على الخارج دائما بيعمل حسابه انه يعتمد على البدائل الجديدة للطاقة تمام. زي الطاقة الشمسية او الطاقة النووية او غيره. فاحنا ما فيش استراتيجية يعني ورؤية ان احنا اقدر اقول بعد 10 سنين هعمل ايه او انا محتاج كام. احنا لما المشكلة تقع نبتدي نقول الحقونا عايزين نتحرك. دكتور محمد حضرتك اول من اجرى هذه الابحاث في مصر ولا كان في حد قبل حضرتك عمل حاجة؟ بالتأكيد بالتأكيد لا لكن هي البحوث كانت بادية على ان دي بلاك شيلز بسموها الطفلة السوداء تمام وعايزين نشوف فيها ايه. فناس كتير يعني ناس اساتذه في جامعه القاهره واساتذه يعني من 100 سنه مصر كانت بتعمل ابحاث عندها مش بالظبط مش 100 سنه يعني انا اللي اقدر اقوله ان مثلا من الستينات من السبعينات غيرنا سبقنا من 100 سنه وغيرنا سبقنا من 100 سنه بينتجوا فعلا دلوقتي النهارده اجهزه التقطير موجوده في البرازيل وفي المانيا بقول لحضرتك بيعملوا انتي بيوتكس. طب والابحاث في المانيا عفوا الابحاث يعني كان الهدف منها ايه؟ استخراج ولا اكتشاف ولا ايه بالظبط ولا تقييم. اضافه جديده في الاستخدامات او الاخر لا هو تقييم الاول تقييم. بيشوف الخام ده ممكن اعمل بيه ايه تمام وبعدين بيدور على العناصر المشعه اللي فيه في ناس كانت بتدور على اليورانيوم في ناس بتدور على الصوديوم بنفس وحاجات اخرى يعني وايه ممكن نستخدمه في الماده دي لسه مش معروف. لكن انا بتكلم بقى على مرحله انا يعني لما كنت في امريكا زي ما بقول لحضرتك سنه 85 شفت دنيا تانية مش لسه بقى بيعملوا ابحاث وبتاع ده شغال وبينتج. فليه المصدر ده لما رجعت ابتديت اعمل التلامذه اللي هم يسجلوا معايا ماجستير ودكتورات عشان نشوف ايه القصه بقى في مصر تمام. يعني انا المعلومات اللي شفتها هناك ما اعرفش في مصر يمكن تطبيقها ولا لا. دكتور محمد جامعاتنا المصريه فيها اقسام خاصه بجانب البترول وبنقول لما بنقول للشباب يا جماعة اختاروا تخصصات في حاجات تانية بعيد عن البترول شوية لان بقى في عدد كبير حتى عمداء الكليات قالوا يا جماعة في تشبع شديد للمتجهين الى العمل في مجال البترول في تخصصات تانية مختلفة اخرجوا وتخصصوا فيها. هل ممكن في هذه الفترة ووجود جامعاتنا المصرية تستوعب وجود حوالي زي ما حضرتك قلت 9 بحجم 9 بليون طن من هذه الطفلة؟ معنى كده ان احنا ممكن نعلم شبابنا الموجودين دول عشان يعملوا استخراج واستكشاف ومش عارف ايه وكل اللي يعملوه كانوا يعملوه في ابيار البترول ليهم اماكن دلوقتي في هذه الاماكن الخاصة بهذه النوعية من الطفلة. يعني معنى كده ان احنا في اقسام جديدة ممكن تتواجد داخل الجامعات. انا هقول لحضرتك حاجة بقى يعني يمكن مفاجأة في استونيا عاملين حاجة اسمها معهد ابحاث صخر الزيت يعني صخر هو معهد لوحده بس في تخصصات كثيرة وتخصصات اعداد كبيره يا فندم طبعا استونيا دلوقتي هي اكبر منتج لصخر الزيت ده. فاولا يعني اقول لك بالارقام عشان ساعات الواحد الارقام بتخونه
استونيا بتنتج طاقة اولا 90% من الطاقة الحرارية في الاتحاد السوفيتي السابق، طبعا هم انفصلوا. 90% من الطاقة الحرارية بتجي بالحرق المباشر لهذا الصخر في استونيا، 90% من الطاقة بيعملوا تكسير حراري ويحصلوا على الكيروجين، وزي ما قلت حضرتك بين درجة 450 و500، وبيحصلوا على الغاز والزيت. والقاش بيستخدموه في صناعة الأسمنت البرتلاندي، عالي الجودة سريع الشك، ورصف الطرق وصناعة اللدائن والبلاستيك ومواد كثيرة، وأنتيبيوتيك في ألمانيا النهاردة. فلما دولة مضاد حيوي لفيروسات ولا ميكروبات ولا لا، هم بيعالجوا بيها الحيوانات، الطب البيطري، وبيعالجوا بيها وملوش اي اضرار جانبيه اكيد، مش النهارده يعني. ده من زمان، ده هتروح المانيا ممكن يكون مشتق يدخل في الانتيبيوتيك بالظبط من هذا. فعايز اقول يعني اعتمادهم الاساسي في استونيا 90% منها على ده، غير الطاقه الكهربائيه المستخدمه، يعني دخل قومي، دخل قومي. فانا لما انت الطاقه الكهربائيه فقط بحرق هذا ما دي كفايه. يعني انا لا عايز بقى مساقط مائيه ولا سد عالي ولا طاقة نووية، انا مش بقلل من حجم هذا، بس بنقول ده كله هيساعد. انت بتقول على الاقل فواتير الكهرباء تنزل شوية يعني، حتى ونرشد استخدام الطاقة. طبعا احنا ما اعترفش استخدام الطاقة وبنقول الفترة اللي جاية دي فترة مهمة قوي لينا كلنا اعزائي المشاهدين، من استهلاكاتنا، من ابحاثنا، من سلوكياتنا، عاوزين نتغير اكتر علشان نقدر نستوعب هذه الفترة الصعبة اللي بتمر بيها البلاد. دكتور، يمكن الوقت معانا نفذ، ولكن عاوز اقول عن التجربة الاردنية والسورية ازاي نقدر نستفيد بيها، وهل بالنسبة للتجربة السورية هي في بعد الثورة ولا دي كانت قبل الثورة اثناء الاستقرار؟ لا، اثناء الثورة طبعا، هو دايما الامن هو اللي بيدفع البحث العلمي للامام. ففي سوريا لقوا 26 مليار طن في وادي اسمه وادي اليرموك. 26 مليار طن. احنا اكتر لكن هم بدأوا، احنا ما بدأناش. وده الكشف المبدئي. الطفلة الزيتية في سوريا على سطح الارض، يعني وانت ماشي في الوادي كده تمسكها بايدك. فلا انت محتاج تحفر. طب وفي مصر في حاجات قريبة، بس في حاجات على بعد مثلا 60-70 متر. مش بعيد، يعني مش بعيد قوي. تمام. دي يعني تمام. فاللي عايز اقول لحضرتك حاجة، ان في سوريا المحتوى العضوي اقل من عندنا 10%، احنا 26%. يعني محتوى العضوي اللي هو الكيروجين زيادة 16%، احنا 26. احنا 26 يعني زيادة 16. يعني هي لو فرقت 1% بتفرق طبعا. فال10% عملت له لما يحرقها 1700 كيلو كالوري في كيلو جرام الواحد. يعني لما يحرق كيلو جرام من هذه المادة تدي له 1700 كيلو كالوري. تمام. في حاجة تانية بس عايز اقول لحضرتك عليها، خلص الوقت معانا. لو في حاجة سريعة فندم، ان 60% من محتوى العينه دي اورجانيك ماترز، يمكن الاستفاده من كلها وشوائبها بشكل طبيعي، حتى الشوائب. دكتور محمد عبد القادر بركات، عضو اكاديميه العلوم بنيويورك، واستاذ الجيولوجيا بقسم الاكتشاف في معهد بحوث البترول استكشاف. بشكرك يا فندم على هذا اللقاء. اتمنى البحث حضرتك والابحاث بتشارك معك مزيد من التوفيق ان شاء الله، ونتمنى لمصر الخير ان شاء الله قريبا يا رب. انا شاكر سعد صدرك، واتمنى لمصر كل الخير، لان زي ما قلت لك انا احد جنودها، اللي اتمنى يعني ان بجهدي ده اكون قدمت حاجه لمصر. بشكرك يا فندم. اعزائي المشاهدين، لكل مسؤولي مصر ارجو الاهتمام، مش احنا، مش انا بس، ده كل اعضاء فريقنا، فريق قناه التعليم العالي وبرنامجنا من مصر، يناشد معالي وزير البترول الاهتمام بهذه الطفله، معالي رئيس الوزراء الاهتمام بهذا الموضوع، كل من له باع، حتى الشركات المصريه او الشركات اللي بتشارك في مصر في مجال البترول. ارجوكم يا جماعه، كل من يسمعنا يعني يتجه مباشرة للدكتور محمد عبد القادر بركات، معه أبحاث على درجة كبيرة من الأهمية، ونهتم بهذه الطفلة اللي ممكن قوي تحل لنا أزمة كبيرة قوي، أزمة الطاقة. مش بس كده، هتوفر لنا عمالة لعدد كبير من الشباب، وتفتح تخصصات زي ما قال الدكتور كبيرة جدا في جامعاتنا المصرية، ونقول للشباب يلا ادرسوا كمان لمحبي العمل في مجال البترول. أعزائي الشباب، لكم منا ألف تحية، وعاشت مصر دائما في عزة ورفعة وخير. آمين رب العالمين. إلى أن نلقاكم، لكم منا ألف تحية، وإلى اللقاء.